لو الحكايه فيها ان فيتو فنان من الموضوع من كله ان هو اتحول من دكتور لدكتور تمام الاصل العلمي تمام انا مش عايز اقول لك اسامي لغايه لما نشوف التعقيد تمام هو اتحول لدكتور من دكتور دوت للاصل العلمي لدكاتره معينين في الاصل العلمي تمام 23,000 على اساس ان يعملوا له ايه اخويا جات له جلطه في القلب فوقفوا له الجلطه ومفروض يعمل عمليه قصايه عشان ايه يشوف تركيب الدعامه تمام عايز ايه كان هياكل الدعامه فراح هناك حجزوه عملوا له اشعه الاول فقره موجات فوق صوتيه وبعدين حجزوه في المستشفى لمده اسبوع كل يوم في الاسبوع دوت يعملوا له اشعاعات وتحاليل من غير اي فايده يعني ولا يعملوا له عمليه ولا اي حاجه وبيعملوا له كل يوم الموضوع ده تمام قبل الواقع بيوم قبل الواقع بيوم على طول اخويا اتصل بيا اخويا اتصل يوم الاحد اللي فات تمام اتصل بيا يوم الجمعه اللي فاتت في الليل قال لي تعالى عشان تجيه في الإجراءات هعمل عملية قسطرة فيحصلوا خدت ورقة من دكتور هناك ورحت فيها الشؤون وخدت الورقة بتاعه ورحت جيت المستشفى وعملت أختام في المستشفى وطلعت بقى المكتب ان انا اروح المجلس الطبي اللي في الحي السادس عشان اوثق الورقة ده تمام هناك لقيت اخويا اتصل بيا قال لي ده خلاص انا مش هعمل عمليه ده قال لي انت مش هتعمل عمليه وكلها يومين وهتطلع من المستشفى وهتمشي على العلاج تمام ده يوم السبت اللي قبل الواقع بيوم تمام قلت له خلاص ماشي ماشي يا محمد ايه انا هروح وهجي لك ثاني يوم عشان ازاي اصلا كده كده ايه من ثلاثه لاربعه بس لا واحدة في عادي اللي بعت فيها. تمام. قلت له أجيلك تاني يوم أنا والدتي وعشان يجيلك زيارة. قال لي خلاص ماشي. تاني يوم الساعة 11 إلا ربع صبح لقيتهم بيتصلوا بيا بيقولوا لي الحالة البقاء لله والحالة تعافت. قلت لهم إزاي ده كان معايا كويس. قالوا لي الحالة تعافت. طب من غير اي حاجه انتوا ما عرفتوش اي حاجه ولا عرفت هو حصل ايه ولا حصل ايه في المستشفى ولا اي حاجه ولا اي حاجه عشان ما حدش بيقعد معاه دعايه مركزه ما حدش بيقعد مرافق معاه يا دوبك مراته بس هي حت له زياره من 3-4 وكان كويس وطلب منها اكل عشان ما بياكلش اكل المستشفى وكده هو كويس يعني ما فيهوش اي حاجه بس انتوا ما تعرفوش اي حاجه حصلت بقى اللي حصل اللي حصل بالليل بقى ما نعرفش بس الناس اتصل بيه الساعه 5 اليوم اللي قبل ما يموت فيه اتصل بيه الساعه 5 قال لها ايه انا لسه قايم من النوم اهو وعايزين ينزلوا يعملوا لي اشعه دلوقتي الساعه 5 الفجر 5 الفجر قلت ايه قلت ما هي ما حطتش في دماغها بقى ان عايزين يعملوا ايه ابتدى الصبح بيتصلوا بيا الساعه 11 الا ربع قالوا لي الحاله تعافت رحت للرعاية هناك طلعت لهم فوق قلت لهم ايه اللي حصل قالوا لي اخوك في غايه الساعه 8 الصبح كان كويس وفجاه جاله هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقفت عضلات القلب عملنا له الاسعافات الاوليه وايه وفاق وبعدين اتشاهد وبعدين مات تاني قلت الحمد لله انه اتشاهد ايه قبل ما يموت عادي يا عم ربنا قالوا لي جه في الواقع بتاعه عشان تعمل له تصحيح الدفن فجيت في المستشفى وختمته وكده وطلعت الساحه بايا وعملت الورق بتاعه عملت الاجراءات وكانت والدتي طبعا جت ومراته واخواته وكل الناس جم فواقفين قدام الثلاجه تحت وانا جبت تصحيح على اساس ان احنا ايه نديني الثلاجة تحت عشان نستلم جثمان دخلنا الثلاجة لقينا الثلاجة اولا النور بتاعها مقطوع وقعدوا الساعة الا ربع ما دخلوناش جوه قلنا ايه يمكن ايه عشان النور مقطوع جواها قعدنا نخبط لغاية لما فتحوا لنا
دخلنا قالنا قلت لهم طبعا عايز ادخل والدتي بس ايه ومراته يشوفوه ايه يشوفوه قبل ما يكفنوه وابنه دخلت من امي ومراته وابن الصغير فشغلنا كشافات الموبايلات عشان الدنيا ضلمه خالص ما تشوفيش ايدي جوه بيغسلوه ازاي فهو الدنيا ضلمه مش عارفه مشغلين عليه خاتوم ميه دخلنا جوه ببص بالكشاف وجيت اخويا عينيه الشمال بتنزل فانا قلت ايه ده يمكن بتنزل اصلا حد معوره ولا حاجه وبيغسل فقلت لهم ايه ده قالوا لي ما نعرفش فعيطت ليهم عيطت لعينيه كده بفتح عينيه ما لقيتش عينيه فزعت وكده يا حيه الثلاثة اللي كانوا موجودين اختفوا الناس الثلاثة كانوا موجودين اختفوا قعدت زعع ومحدش هيطلع من هنا وهاتوا الحكومة تطلب 122 حاجت لنا الحكومة النقطة بتاعت ايه بتاعت نفس المستشفى يعني بس حكومة عادية بس هي تحرس المستشفى من بره ايه جاتنا الاول فقالوا لنا خلاص اهدوا واحنا هنجيب لكم دلوقتي الاسم مصر القديمه التابع ليهم رحت انا ومراته واختها واخوها رحنا هناك وقدمنا ايه بلاغ باسم مصر القديمه متهمين المستشفى بموته مش بسيئة القرنية بس بموته ما بموته عشان يساوي القرنية متاعته ايوه ده متهمينه قالوا لنا خلاص احنا هنطلعكم النيابه ده زينا هو ايه قولوا الموضوع احتلقنا فوق النيابة وعملنا في الاسم المحضر وطلعونا النيابة وقعدونا 4 ساعات النيابة حققوا معايا ومعاملاته وايه عملوا المحضر وجابوا جثمان من مشرحة هناك لغاية مشرحة زينهم عشان يعملوا عليها كشف طبي ايه بتاع الطب الشرعي راح ودوها هناك مشرحة زينهم ايه قالوا بتاعت مشاحة زينهم بعد ما كشفت عليه وكده عادنا نقول للدكتور يا دكتور طب هو فيه موتوه وخدوا قرنيته ولا بعد ما مات خدوا قرنية عادنا ساعة نتحايل عليها لغاية الاخر قالت لنا ايه عامة اللي بيجي من مستشفى القصر العيني متاخد منه قرنيته بتكون قبل حالة الوفاة قالت لنا كده وسابتنا ودخلت فهي هي مفروض انها كتب الحاجات دي في التقرير بتاعها ما هو لسه بقى التقرير ما طلعش لسه هيطلع يوم الحد